الراجل هذا جماعة الخير فاقد أهله كلها وقاعد لي ساعتين رغم أني ما قربتش منه من بعيد، لكن قاعد لي ساعتين واقف في نفس المكان ويرجع يدور ويرجع في نفس المكان. فنسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم، كان مفقودين إن شاء الله ربي يلاقي بيهم. فأي حد يشوف الفيديو يدعي له، ونسأل الله السلامة وإن شاء الله ربك يفرج على الجميع.